ده تلاقي كان عليه 12 مليون دولار ولا حاجة، تعامل معاك كتحفة في القصر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله على الراجل ده اللي هيجنننا ده. سلام قولا من رب. لا 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 أبو النبي، لا تأذينا ولا نأذي، أقسمت عليك بالعزيز الجبار. لا 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 تخافش يا ابني، أنا السحاوي. أنت السحاوي؟ طب ده هو ده وشك ولا الأولاني اللي كان وشك؟ زي ما تحب. طب وحضرتك عامل كده ليه؟ أصل النهارده الهالوين، كل سنة وأنتوا طيبين. وأنت طيب؟ أنت طيب يا معلم. تاخدوا كنز؟ أنا هخليك يا معلم وأنت طيب. اتفضل. وربنا يعود عليك وعلينا الأيام بخير. بس معلش يا معلم، في سؤال، إحنا كل مرة بنيجي عندك بيبقى في مناسبة، هل يا ترى إحنا بنيجي في وقت غير مناسب؟ بالعكس. على فكرة يا معلم، أنت لو بعت لنا مسج بس كنا جينا على طول، إحنا أتفه من كده بكتير. أنا عارف، بس أنا بحب الخطف، بحب ألعب. العب يا معلم. فلوس فين يالا؟ فلوس زمانها جاية. جاية إمتى؟ جاية بعد شوية. جاية بلعب وحاجات هيك وي. أنا حذر، أنا خل إيديا. معلم ما انت لو توسع خلقك شوية، احنا هنشرح لك احنا كنا ناويين نعمل ايه. جدو جدو انا زهقت، ممكن امشي؟ اخرس يالا. طب معلش يا معلم، اديله بق دم بس. اخرس. طب امصصه في رقبتي شوية. اخرس اتنيل كمل. احنا دلوقتي بننتج فيلم، الفيلم ده ممكن يجيب لنا فلوس كتير جدا، لان الفيلم ده بطولة هيفاء وهبي. ما تكملش. انت قلت بطولة مين؟ قلت بطولة هيفاء وهبي. هيفاء وهبي؟ هيفاء وهبي؟ فوهبي يعني فوهبي بتاعتنا هي. حماده ادخل خد ستك في الضلمه، يمكن ربنا يخلصنا. الكلام اللي بيقوله ده صح يا هانم، ولا بيقول الكلام ده عشان عارفين ان هيفا دي الكراش بتاعي من ايام ما كنت في السجن؟ لا الكلام ده حقيقي، ده حتى لابس الروب بتاعها اهو. ده روب هيفاء. ايوه روب هيفاء. يا الله. لا 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 يا معلم الحوض. ايه لا 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 اقعد اقعد، ما تبقاش بخيل يا ابني، هحضرك بس اقعد. طب اقنعتوها ازاي تمثل معاكم؟ هقول لك، احنا مسكنا عليها زله. زله؟ احنا عرفنا نوع الرجاله اللي بتحبه هيفا. بتحب تقوم كروز؟ لا. اما طب بتحب العيال القمحاويه كده زي براد بيت؟ لا برضه. تبقى بتحب العيال البيض زي ويل سميث؟ لا. امال بتحب مين؟ من الاخر كده يا معلم، هيفا بتحب الصلح. بتحب فخر؟ لا يا معلم انا بشعر، ما تفهموه بقى يا جماعه عشان ما يخنقناش. امال ايه؟ بتحب الصلح زي احمد بدير وعمرو اديب. عمرو اديب؟ بتحب عمرو اديب كمذيع ولا كاعلامي؟ لا كجان. ليه؟ ايه؟ ليه يا هيفا ليه؟ ليه؟ معلش اهدى، واحنا هنشرح لك، احنا مش لاحقين والله من ساعه ما خطفتنا، ده انا نزلت جات لك بالروب على طول. ما تقولش روب. لا لا بالروب. معلم اقعد يا معلم، خلاص اهدى بس اهدى. اهدى دلوقتي، لازم نتصرف بسرعه يا اولاد. هنعمل ايه دلوقتي؟ بقينا هنعمل ايه؟ اشمعنى يعني دلوقتي متحمس قوي كده؟ معلش عشان الكراش. بما انك متحمس قوي كده، انا عندي فكره، بس انت لازم تساعدنا. وانا خدامك.